أيعبرون كالطير المتكسرة أجنحته ينظر يمينا وشمالا فيرى الأجساد المضرجة بالدماء. مو يقول أبو يوسف والجرون والخلايا كلهم وقوف وبالحال ترفع بيدها منديل ملفوف والصيح رب انتقم لي من الذي قطعها الجفوف. يات الندى والناس كلهم يسمعونه مني يا بنت المصطفى طلب الشفاعة لاخد بحقك من الطاغي ومن اتباعه ومن الذي للدار جاكم بالجماعة ومن الذي قاد الوصي وروع بنينه. هاليوم يا زهر الوفا واقبل الميعاد لاخد بحقك من بني مية وبني زياد ومن الذي في كربلاء عفر لجولات. هذا العزيز إن كان قصدك تنظرينه يلا ها وتنظر العرصة والدمع يجري من العين وتشوف ابنها حسين من حول النبيين. ها تتحمل له لا بين الخلق واقف بلا راس وبلا يدين والصيح وش هالفعل بابن فاعلينا. تصرخ صرخة فاطمة تنادي آه وولدا وحسينا هاي ما شافت الحسين مرمي على التراب ما شافت الحسين جثة بلا راس مرمي على التراب. ساعد الله قلب تلك المرأة التي رأت الحسين على بوغاي كربلاء جثة بلا راس الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة جلست متربعة على وجه الأرض وضعت يدها تحت ذلك الجسد السليم كلما رفعت جانب سقط الجانب الآخر. شو تريد تقول؟ شو توصل رسالة؟ إلهي تقبل منا هذا القربان. وأخذت تبث شكواها إلى الحسين ودموعها جاري على خديها. الخيم يا حسين محروقة وني هواد علي الليل وراسك راح للكوفة يا وجسمك رضضت الخيل وياي وياي رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مريت علي الليال من للعين ما نامت وين اللوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت شماتت من الرعايا وشي ظلت تحن بالويل. يا زينب شي مطلعك من الخيام في هذا الليل المظلم؟ صاحت نص الليل يا ابن امي
لأن طفلة فقدناها. يلا يا سادة يا عشاق زينب أقرأ لكها. نص الليل يا ابن أمي يا ولن طفلة فقدناها، أثاري فارت بدهشة تحوم ما حدو ياها. إيش سويت يا زينب وحد طلع تدورها ودورها وملفاها، شفتها وياك ممتدة يا يا وعلى خدها دمعها يسيل للخيمة المحروقة، جبتها يا عدل الروح وضجت عيلتك يا خوي كلها بالبجا واللوح، لكن قطرة ماي ما عدنا وعلي لك بلا مطروح، يتامى شاحنا الخمايا واطفال مسلبة وعليل، نادت تعالي يا محسن يا يما تعالي، والله تعالي وشوفي كربلا شسوت بحالي، يا ويلي واشوف اخوتي مجزر قبالي، انا تو نذكرت عز ودلالي تقللها أنا ماني بعيدة، يا بنتي أنا منك قريبة ثلاثة أيام ساكن البيت وأشوف حسين من حزة وريد، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي اللهم